مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. اليوم مع بعضنا البعض نحتفل بعيد رعايتنا، عيد يسوع الملك، هذا الملك الذي يحرس عائلاتنا ويحرس جميع شبابنا وجميع فعاليات هذه الكنيسة. في هذا المساء المبارك نصلي من أجلكم جميعا، من أجل جميع عائلاتنا، شبابنا، فعاليات هذه الرعية، وأيضا نصلي من أجل الجميع اللي كانوا حابين يشاركونا في هذه الصلاة وما استطاعوا، ومن أجل جميع أبناء الرعية اللي غادرونا للأخدار السماوية بنصلي من أجلهم في هذا المساء. بدي أطلب من الجميع رجاء الالتزام الكامل والتام في ارتداء الكمامات، لأنه لن نقبل ولا نقبل بأن تكون الكنائس هي مصدر للعدوى، فرجاء من الجميع الالتزام في وضع الكمامات. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في بداية هذا الاحتفال لنذكر خطايانا ونندم عليها لكي نكون أهل للتناول المقدس. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية. آمين. Christ.
العلا وعلى العهد السلام للناس الذين بهم المسار المسار نسبحك صلي أيها الإله السرمدي القدير يا من أردت أن تجدد كل شيء بالمسيح ملك العالمين حرر الخلائق من العبودية فتعكف على عبادتك ولا تكف عن حمدك يا ذا العزة والجلال بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور آمين. تفضل جلوس. القراءة الأولى قراءة من نبوءة دانيال. ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن البشر آتيا على سحاب السماء فبلغ القديم الأيام وقرب إلى أمامه وأوتي سلطانا ومجدا وملكا فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض. كلام الرب. الشكر لله. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. ملك المولى وارتدى جلالا اتخذ الرب العزة إزارا. أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. ربي إنك ثبتت العالم فلن يتزعزع وطيد عرشك منذ الأزل
وقد كنت دوما ولم تزل. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. شهادتك جد صادقة، والقداسة ببيتك لائقة، أيها المولى على مدى الأيام. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. القراءة الثانية قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. عليكم النعمة والسلام من لدن يسوع المسيح الشاهد الصادق، وبكرى من يقومون من بين الأموات، وملك ملوك الأرض، لذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه، وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه. المجد والعزة أبد الدهور، آمين. ها هو ذا آت في الغمام، ستراه كل عين، حتى الذي طعنوه، وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض. أجل، آمين. أنا الألف والياء، هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان ويأتي، وهو القدير. كلام الرب. الشكر لله. هاليلويا 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 هاليلويا. اهتفوا لله يا جميع الأرض، رنموا لمجد اسمه، واجعلوا تسبيحه معكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا في ذلك الزمان قال بيلاطس ليسوع: أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذا، أم قاله لك في آخرون؟ أجاب بيلاطس: أتراني يهوديا؟ إن أمتك والأحبار أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني حرسي لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن مملكتي ليست منها هنا. فقال له بيلاطس: إذن فأنت ملك. أجاب يسوع: هو ما تقول، فإني ملك، وأنا ما ولدت وأتيت العالم إلا لأشهد للحق، فكل من كان من الحق يصغي إلى صوتي. كلام الرب. تسبيح لك أيها المسيح. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا
أيها الإخوة والأخوات الأحباء، تحية السلام ونعمة للجميع، أهلا وسهلا فيكم، ومن جديد كل عام وأنتم بخير. وعاش المسيح ملكا دائما وأبدا. اليوم باحتفالنا مع بعضنا البعض بعيد يسوع الملك، منحس إحنا كرعية يسوع الملك إنه هذا العيد بخصنا. دائما لما يجيبوا موضوع يسوع الملك، إحنا يسوع الملك منحسه بدغدغنا، وزي كأنه هو موجه لإلنا. فشو الرسالة العميقة اللي اليوم يسوع بده يوصلنا إياها من وراء عيد يسوع الملك؟ يعني إحنا رعيتنا يسوع الملك وأبناء الملك، بس مش بالساهل بتيجي، بدها شوية صعوبة. إذا منلاحظ بكل السنوات اللي منقرأ أو منعيد فيها يسوع الملك ومنقرأ فيها الأناجيل، سواء ألف ولا باء ولا جيم، دائما إحنا منقرأ عن موضوع جدلي بين يسوع وحدا ثاني. مثلا السنة هاي سنة باء هنالك جدال بين يسوع مين؟ مع بيلاطس. السنة الماضية كان جدال وحوار بين يسوع والمحكوم عليهم لما إجا يسوع يدينهم عن اليمين وعن اليسار. والسنة القادمة رح نرجع ونقرأ الجدال ما بين يسوع واللصين، لص اليمين ولص اليسار على الصليب. فشو السر وراء إنه كل مرة إحنا منعيد فيها يسوع الملك أو نتأمل بيسوع الملك هنالك جدال؟ وزي كأنه إحنا عم نشوف حرب روحية ما بين ملكوت الله وفكر يسوع المسيح عن الملك، وما بين ملك العالم وفكر العالم عن هذا الملك. ويسوع المسيح من أول لحظة بحياته هو عنده مشكلة مع هالملك. من أول ملك يسوع المسيح تصارع معه ولا كان عنده مشكلة معه؟ هيرودس. هيرودس سمع بأنه هنالك طفل ولد وهو سيكون ملك. شو سوى هيرودس؟ خاف على حاله. من وين بده يجيني طفل صغير يأخذ محل الملك؟ أنا بفرجيك. قتل كل أطفال بيت لحم من عمر سنتين فما دون. ليه؟ لأنه خايف على حاله. بكل بساطة الناس يسوع طعماهم، شبحهم، شو بيحكي لنا الكتاب المقدس؟ هموا وأرادوا أن يقيموه ملكا. هرب يسوع، حكى لهم أنا ما بدي أكون ملك لأنه أنتوا أكلتوا وشربتوا، أنا بدي أكون ملك لأنه أنتوا سمعتوا كلمة الله. فأنا بدي أكون سمعوا كلمة الله بالأول. وبعدين اليوم الجدال اللي منشوفه مع يسوع المسيح وبيلاطس، أأنت ملك؟ هو ما تقول. وبيلاطس عم بتحاور مع يسوع وبدي يشوف أنه مين هذا الإنسان وشو قيمة هذا الإنسان اللي أنا عم بتحاور معه. هل أنا عم بتحاور مع ملك مبهدل مجلود محكوم عليه بالموت مرفوض من شعبه؟ وينك أنت؟ فرجيني ملكوتك. ويسوع بحكي له نعم أنا ملك ولكن ليس من هذا العالم. حتى بيلاطس كمان كل موضوع ملوكيته كان يلفه حوالين ذاته. كان مرة بتباهى على يسوع بحكي له تعرف أنه أنا إلي السلطان بإني أحلك وإلي السلطان بإني أقتلك؟ يسوع المسيح شو جاوبه؟ لو لم تعط هذا السلطان من علو لما لك علي من سلطان. هذا هو سلطان العالم، هذا هو ملك العالم، الملك اللي خايف على حاله، الملك اللي ممكن يسحق الكل أمامه حتى يحافظ على حاله، والملك اللي عنده برستيج. فرجيني مين أنت عشان أنا أعرف مع مين عم بحكي. هل أنت يسوع المجرم ولا أنت يسوع الملك؟ مع مين أنا لازم أحكي؟ بينما يسوع المسيح هو ملك، وكان ملك بمكانين. إذا بنرجع بنقرأ الكتاب المقدس كلياته، يسوع المسيح رضي أن يكون ملك بمكانين. المكان الأول تذكروا وين؟ في مغارة بيت لحم. هنالك قبل بأن يقدم له هدايا الملوكية، المر والبخور والذهب. والمكان الثاني اللي قبل فيه يسوع يكون ملك هو الصليب. هنالك على صليب يسوع كتب يافطة مكتوب عليها، أو وضع يافطة مكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود. يسوع قبل أن يكون ملك وهو فقير وهو متواضع وهو غير مرئي، الناس مش شايفيته، ولد صغير مولود في مذود مغارة حقيرة. وقبل أنه يكون ملك وهو على الصليب وهو مجرم
وهو حامل خطايا العالم، وهو عم بيبذل ذاته في سبيلنا كلياتنا. هذا الملك اللي قبل ما يعلق على الصليب كان عم بيغسل أقدام تلاميذه، وكان عم بيعلمهم درس وبيحكي لهم تعرفوا أن كل الأمم بيسودوا بالقوة وبالجبروت، أما أنتم فلا يكن فيكم كذلك، بل من أراد أن يكون الأول، من أراد أن يكون الملك فليكن لكم خادما وعبدا وآخر القوم. يسوع عمره ما بين عليه هيبة الملوكية، كان زلمة هايم بأورشليم وبالجليل وهالشوارع عم ببشر بكلمة الله، فقير وبحكينا كتاب مقدس ولم يكن له حجر يضع عليه رأسه، عمره ما كان في عنده هيبة الملوكية، حتى لما لبسوا الأرجوان قعدوا يتخوثوا عليه ويتمسخروا عليه ويستهزئوا به. ليش؟ لأنه يسوع المسيح بكل بساطة مش جاي حتى يعطينا ملك مادي ولا ملك هنا أرضي أبدا. يسوع المسيح جاي يحكي لنا عن ملك سماوي وملك روحي، وهذا هو الأهم بحياة يسوع. وهذا الشيء اللي اليوم نشوفه في آخر جملتين من الكتاب المقدس، إذا ركزتوا فيها شو بيحكي فيها يسوع؟ وأنا ما جئت لهذا العالم إلا لأشهد للحق، فمن سمع كلامي شهد للحق. هذه هي رسالة يسوع، ملكوت الله وملك الله أن يشهد للحق. وفي لحظة من اللحظات بيلاطس سأل يسوع وما هو الحق؟ وبرأيكم شو هو الحق بحياتنا؟ كلمة صعبة ونفكر فيها كمان إشي صعب. شو هو الحق والحقيقة بحياتنا؟ هي يسوع المسيح بكل بساطة، بساطة ولكن صعبة. تخيل حالك، هل أنت ابن الملك عايش في الحق، عايش في الحقيقة، عايش في نور الله، أو أنت مغمغ؟ هل أنت إنسان عم بتدور على حالك؟ أنا اللي لازم أكون وأنا اللي لازم أعمل، ولا أنا إنسان في خدمة كنيستي وفي خدمة عائلتي وفي خدمة مجتمعي؟ وين أنت؟ هل أنا إنسان نمام؟ هل أنا إنسان عم بعمل المشاكل؟ هل أنا إنسان عم بشبك الآخرين بحياتهم؟ ولا أنا إنسان أضع السلام حيثما حللت؟ هل أنا إنسان من برا شكل ومن جوا شكل؟ هل أنا من برا نظيف ومن جوا أنا مليان من الخطايا؟ شو هذا الحق اللي إحنا بنحكي عنه؟ حق مزيف؟ حق زي حق تبع الفريسيين والكتبة اللي كانوا بتباهوا بأنهم هم علماء الشريعة وهم من ضاف من برا، ويسوع مرة بهدلهم حكى لهم الويل لكم لأنه أنتم من برا نضاف ومن جوا وسخين، تهتمون بنظافة ظاهر الكأس أما من باطنكم مليانين وساخة. شو هو الحق؟ مش جايين ندور لا على السلطة ولا على قوة ولا مين يكون البيج بوس في هاي الكنيسة أبداً. اللي بده يكون الكبير بهاي الكنيسة واللي بده يكون مكرم بهاي الكنيسة هو المفروض الشخص اللي عم بعطي حاله والمتواضع والذي يعمل بالخفاء والذي يشهد للحق ويتكلم بالحق. متباهين انه احنا ابناء الملك، ها؟ شوفوا قديش ربنا بحط علينا، شوفوا قديش ربنا بحملنا مسؤولية انه احنا نكون مختلفين حتى عن كل المسيحيين الموجودين بالأردن. احنا مش اي ابناء، احنا ابناء كنيسة يسوع الملك. فهل احنا جاهزين بالفعل نطلع من هاي الكنيسة اليوم واحنا نكون مليانين من الحق، من النور، من نعمة الله، اللي انا مش قادر اني اعمل خطيئة ولا اني ارتكب عمل ضد محبتي للآخرين؟ صعبة ولكن مش مستحيلة، لأنه أنا لما بحتفل بعيد يسوع الملك ولما بعترف بأنه يسوع المسيح هو ملك على حياتي، أنا بعطي ليسوع المسيح ورقة فيها أنا بتنازل عن إرادتي، بتنازل عن كل إشي أنا بدي إياه، وإلك يا يسوع
حق الملكية لإلك، أنت تصرف زي ما بدك، أنت أعمل فيه زي ما بدك. ووقتها ما في إشي اسمه كلمة أنا بدي، وإنما في كلمة يسوع يريد، ويسوع هو اللي عم بيقود حياتي، ويسوع هو اللي عم بيمشيني نحو ملكوت الله. دائما يسوع المسيح كان يحكي لنا ملكوت الله بينكم، ومن هو الملكوت؟ هو يسوع. حطوا يسوع بيناتكم، حطوا يسوع جوا قلوبكم، وحطوا يسوع بين عيونكم، وعمركم ما رح ترتكبوا الخطيئة، وعمركم ما رح تدوروا على ذواتكم، وإنما بتدوروا على ملوكية يسوع المسيح في حياتكم وفي هاي الكنيسة. إخوتي الأحباء، من جديد باسمي وباسم أبونا وجدي وباسم الأخوات الراهبات والشمامسة والشدياق، نحكي لكم كل عام وانتم بخير. إن شاء الله يسوع المسيح دائما بملك على قلوبكم. مبارك لكل فعالياتنا الرعوية، مبارك لكم شخصيا واحد واحد، نحكي لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نعمة يسوع المسيح دائما هي اللي تغمركم، إرادته هي اللي تمشيكم وتقودكم دائما لسبيل الخير والسلام، آمين. لنقف إخوتي جميعا نعلن إيماننا بصوت واحد قائلين: نؤمن بإله واحد. أيها الإخوة الأحباء، عيد يسوع الملك أحب الأعياد إلينا وأطيبها أثراً علينا، لذلك نتوجه بصلاتنا الآن إلى هذا الملك الطيب، فعساه أن يهبنا ميراثاً سعيداً في ملكوته المجيد، ويكتب لنا فيه رصيداً مباركاً من الأجر والثواب. نصلي يا أبانا القدوس من أجل كنيستك المقدسة التي أردتها في هذا العالم، من شعبك اخترت حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، صنه وهبه النعمة ليقود كنيستك مع الأساقف والكهنة ومترئسي احتفالنا اليوم الأب مروان والأب وجدي، حتى يكون أمناء على الوديعة التي منحتهم إياها. إلى الرب نطلب استجب يا رب. يا ملك السلام، امنح بلادنا السلام. نصلي من أجل مملكتنا الأردنية وملكنا الملك عبد الله الثاني وجميع من وضعت بأيديهم السلطة ليقودوا بلادنا إلى المزيد من الاستقرار والأمان. امنحهم يا رب الحكمة ليحكموا بالعدل والأمانة لشعبك. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أيها الملك المعز، نسألك أن تنظر بعين الرأفة والحنان إلى جميع المتألمين والفقراء والمظلومين والمحتاجين روحيا وجسديا. ساعدهم أن يضموا جراحهم مع آلام ابنك لكي ينالوا التعزية. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أيها الملك السماوي، انظر بعين العطف إلينا نحن المجتمعين اليوم حول مائدتك المقدسة من أبناء هذه الرعية وجميع فعالياتها. نسألك أن تملك على قلوبنا وتمنحنا النعمة الكاملة بمشيئتك، وتجعل منا شهودا حقيقيين لملكوتك السماوي. إلى الرب نطلب استجب يا رب. وبلحظات من الصمت لنرفع فيها جميع نياتنا وطلباتنا الخاصة على هيكل الرب.
أيها الرب يسوع المسيح، يا من أرسيت في هذا الوجود ملكوت الحب والحق والعدالة والسلام، نسألك فآتنا أن ننتمي إلى هذا الملكوت باعتناق مشيئتك وحفظ وصيتك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين، آمين. تفضل جلوس. يا حمل الله الذبيح الحي القائم في مجد الآب والموجود الآن في جمعنا، خبزك يعطينا الحياة والموجود الآن في جمعنا، خبزك يعطينا حضيرتك
صلوا أيها الإخوة والأخوات لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نقدم لك يا رب الذبيحة التي بها صالحت العالم، ونتضرع إليك كي يمنح ابنك الوحيد الأمم أجمعين هبات الوحدة والسلام، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك مسحت بدهن الابتهاج ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا كاهناً أبدياً وملكاً على جميع الكائنات، وذلك ليقرب نفسه على مذبح الصليب قربان سلام لا عيب فيه، ويتم سر فداء الجنس البشري. فإذا ما أخضع لسلطانه العظيم جميع الخلائق رد لجلالك السامي ملكاً شاملاً ليس له انقضاء، ملك حق وحياة، ملك قداسة ونعمة، ملك عدل وحب وسلام. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد هاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي حقاً إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لإسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي يسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، مع القديس يوسف خطيبها العفيف، مع رسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء، مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيير باتيستا، جمع الأساقفة سائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين، ونخص بالذكر جميع المتوفين من أبناء هذه الرعية وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدوس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. في الصلاة الربية نصلي: يا رب ليأتي ملكوتك في حياتنا واملك على قلوبنا. لنرفع أيدينا مصلين هذه الصلاة بثقة وإيمان مرنمين. أبانا الذي في السماء كذلك على الأرض
نجينا من الشرير. نجينا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا. أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب. نحن منتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك أيضا. بمحبة تبادل سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى لمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. بالنسبة للمناولة سيكون هناك ثلاث أماكن لتوزيع المناولة، من وسط ومن يمين وعن شمال الهيكل. الرجاء تقدم للمناولة فقط بصف واحد مش صفين، والمناولة ستوزع باليد. الرجاء اتباع تعليمات الكشافة لكي ننال المناولة من دون اكتظاظ ومن دون تجمع. المناولة هي أقدس لحظات هذه الذبيحة الإلهية اللي فيها نسمح ليسوع بأن يدخل إلى قلوبنا وإلى حياتنا، نتقدم لها بكل تواضع وبكل خشوع. انشئت حياتي فبين يديك، انشئت اشواقي فهي اليك. اني لست اطلب شيئا من لديك غير حبك الامين والسعي اليك. هذه هي طلباتي، هذه منيتي، فاستجب لي يا اشفيني وقوتني بخبز السماء كل
إذا ما ضعفت أنت قوتي، إذا ما حزنت أنت سلوتي، إنك القدير شدد همتي لبناء الملكوت ما بين الأنام في وسط الصعاب. أذكر عهدك وانتشلني يا إلهي. يا ربنا جسد المسيح، آمين.
تنبيهات هذا الأسبوع. هذا الأسبوع هو الأسبوع 34 من زمن السنة، وهو الأسبوع الأخير من هذه السنة، وإن شاء الله يوم الأحد القادم نبدأ مسيرة التحضير من أجل عيد الميلاد، ميلاد يسوع المسيح من خلال زمن المجيء. فهذا هو آخر أسبوع، وبعدين نبلش مع بعضنا البعض السنة الثالثة، وهي السنة جيم اللي بترافقنا خلال السنة الليتورجية القادمة إن شاء الله. مع عيد رأس السنة الكنيسة بتنظيم من مجلس الرعية تقيم حفلة لرأس السنة ب 31/12. راح تكون هاي الحفلة بكنيسة أو بقاعة كنيسة مار أفرام السرياني بكنيسة سريان أرثوذكس بصوفية. سعر البطاقة للشخص الواحد هي 40 دينار وللأطفال هي 25 دينار. أي حدا بحب أنه يسجل بهاي الحفلة رجاء مراجعة الكاهن مباشرة، أو نراجع الأرقام اللي راح تنحط على بوستر راح ينزل على صفحات الرعية إن شاء الله. إذا بضل الأمور فاتحة الحفلة راح تكون قائمة، ولكن إذا لا سمح الله صار في إغلاقات أي حدا بيكون مسجل معنا المصاري وتسجيل هو بيرجع له من دون أي خصم ولا أي شيء. من جديد إخوتي الأحباء منعايد عليكم، نحكي لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد يسوع الملك. منعايد على جميع أبناء الرعية، ومنعايد على جميع فعاليات الرعية، ومنخص بذكر بهاي المعايدة هم أبناء الشبيبة. اليوم هم عندهم عيدين، عيد رعيتهم وبنفس الوقت هو عيدهم العالمي اللي البابا فرانسيس أعلن بأنه عيد يسوع الملك هو يوم الشباب العالمي. نشكر كل الأشخاص اللي كانوا قائمين على إنجاح هذا الاحتفال، من الزينة، من الكورال، من الكشافة، من الشبيبة، ومن خدام الهيكل. نشكركم أنتم على وجودكم بهذا الاحتفال، وهو أيضاً سبب في إنجاحه. وباسمكم أيضاً من نشكر قناة نورسات اللي بثت اليوم أو اللي صورت اليوم قداسنا، واللي صورت كمان الأمسية يوم الخميس الماضي. نشكرهم على تواجدهم وعلى جاهزيتهم دائماً في تلبية الطلبات حتى يصوروا وينقلوا كلمة الله إلى البيوت. ما بعد الانتهاء من الذبيحة الإلهية راح يكون في عنا ضيافة في خارج الكنيسة، وانتوا داخلين توزع عليكم بطاقات مكتوب عليها كنافة ومكتوب عليها مية وسوفت درينك. فبالساحة برا راح يكون في عنا تو ستيشنز لتوزيع الكنافة، نعطيهم البطاقة ومنأخذ إحنا محلها الكنافة، وأيضا بالنسبة للمية وللمشروبات الغازية نحاول قدر الإمكان ما نتجمهر وما نقتض حتى نحافظ على صحتنا. وأيضا الكهنة راح يكونوا موجودين بخارج الكنيسة حتى نهنيكم بهذا العيد، عيد الرعية، وأيضا بيقدموا لكم سوفونير صغير حتى تتذكروا هذا اليوم المبارك واليوم المقدس. إخوتي الأحباء بدي أطلب من الجميع مع انتهاء الذبيحة البقاء بأماكننا ريثما يخرج موكب الكهنة والخدام. كل عام وأنتم بألف خير. عاش يسوع المسيح ملكا دائما وأبدا. لنصلي. ها قد تغذينا بطعام الخلود، فنسألك يا رب نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم احنوا رؤوسكم للبركة. أقصلي له الروف عنكم كل شر وفاض عليكم هبات بركته الواسعة. آمين. جعل قلوبكم متيقظة للهامات الإلهية كي تطفح منها الأفراح الأبدية. فإذا ما تنبهتم لما هو خير وصلاح، سلكتم سبيل وصايا الله وصرتم شركاء المواطنين السماويين. آمين. وبشفاعة أمنا مريم العذراء ملكة السماء فليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين.
بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.